أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج عن قرب. الأخبار تتوالى منذ حوالي أسبوع عن إمكانية وقوع ما يسمى بالتسونامي في المنطقة، يضرب الشواطئ في قطاع غزة وعسقلان وأسدود. الحديث من وسائل الإعلام الإسرائيلية كان بشكل أكبر فيما يثير قلق المواطنين من هذه الظاهرة المتوقع حدوثها حسب المصادر الإسرائيلية. آثرنا أن نتحدث في هذا الموضوع حتى نضع المواطن في صورة الحقيقة لكل ما يتم تداوله من هذه الأخبار. وللحديث عن هذه الظاهرة التي تم تداولها مرة أخرى عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، أريد أن أرحب بالدكتور أسامة زين الدين، أستاذ الجيولوجيا التركيبية والاستشعار عن بعد في جامعة الأزهر. أهلا بك دكتور. أهلا بك. بداية دكتور، لنتحدث عن هذه الظاهرة، دعنا والسادة المشاهدين نتابع هذا التقرير للزميل فؤاد جرادة حول هذه الظاهرة، ثم نتحدث بالتفصيل مع دكتور أسامة. حكم ممكن يضرب غزة بس خلال يعني فترة هادئة، بس مش معروف. طبعا بدي أخاف على أولادي وأخاف على الناس كلها طبعا وعلى البلد وما دار حديث بين اثنين بغزة إلا كان للتسونامي موضوعهم الأبرز بعد الأنباء التي تواردتها وسائل إعلام الاحتلال عن إمكانية حدوث زلزال يضرب قاع البحر الأبيض قبالة سواحل أسدود والمجدل وغزة، وهو ما أثار مخاوف المواطنين في القطاع المهترئ. جاهز أي شيء، بس المشكلة أنه ما فيش وكالة رسمية أخبارية جابت على الخبر هذا يعني. وعن الكارثة المرتقبة، كثف سكان العالم الافتراضي ومواقع التواصل مشاركاتهم وتنبؤاتهم حول الحدث القادم، بعضهم عبر عن تخوفه وآخرون استسلموا للواقع، ومنهم من لم يعر الأمر أهمية. الحمد لله احنا مسلمين ولطف بلطف فينا، وبعدين كمان حتى وان يكون صار قل يسبنا لما كتب الله لنا والحمد لله رب العالمين. مختصون جيولوجيون فندوا ما تناولته المواقع الاعلاميه مؤكدين ان الظواهر الطبيعيه لا دخل للانسان فيها، وعليه فالتنبؤ بموعد الزلزال وقوته ليس من الدقه في شيء. في غزه المتهالكه يكثر الحديث فقط عن كل ما هو كارثي، فان لم تكن الحروب فللطبيعه نصيب، فان كان لابد منها فيامياه المتوسط مهلا، فلا يزال كثير منهم يغرق بأوجاع الماضي. من على شواطئ المتوسط بغزة، فؤاد جرادة، تلفزيون فلسطين. دكتور، بعد متابعة هذا التقرير عن ما يسمى بالتسونامي، دعنا من خلالك نعرف السادة المشاهدين ما هو التسونامي بداية. بداية أحب أن أشكر تلفزيون فلسطين على استضافتنا لهذا اللقاء للتعريف على ما تم تداوله في الآونة الأخيرة، لكي يكون المجتمع في قطاع غزة اللي قلق جدا من هذه الظاهرة، ونحن بصدد توضيح ذلك. بداية، تسونامي هي ظاهرة تحدث للبحار والمحيطات، وهي ارتفاع أمواج البحر عن الحد الطبيعي. قد يصل ارتفاع هذه الأمواج إلى 40 و50 كيلو متر عن الوضع الطبيعي تبعها. والسبب الرئيسي لارتفاع هذه الأمواج التي تسمى التسونامي هو اهتزاز قاع البحر أو قاع اللي هو المحيط. واهتزاز قاع البحر والمحيط لا يحدث إلا إذا حصل زلزال في قاع هذا المحيط، هو اللي بيسبب الاهتزاز على سطح على قاع المحيط، ومن ثم تتذبذب اللي هي المياه فترتفع مياه
البحار ثم تطغو على اللي هو اليابسة. هذا هو المفهوم العام للتسونامي. وبالمناسبة تسونامي هي ظاهرة بتحصل في المحيط أكثر ما إنها في البحار، لأنه حجم المياه وعمق المحيطات أكثر، وبالتالي نسبة فرصة ارتفاع الأمواج بتكون أكثر في المحيط منها في اللي هو البحر. طيب دكتور، تتحدث عن زلزال يعني ظاهرة طبيعية. نعم. الآن هل يمكن علميا رصد وقوع زلزال قبل وقوعه بحوالي 15 يوم؟ بداية الزلزال هو حركة لكسر في القشرة الأرضية ثم يتبعها حركة. هذه الحركة ناتجة من عوامل طبيعية أساسها في باطن الأرض، قد تصل إلى عشرات الكيلومترات في باطن الأرض، الأسباب الحقيقية. وبالتالي إذا أنا بدي أحرك أي جزء على سطح القشرة الأرضية، لا يمكن أنا أتنبأ بحركتها وإيش أسبابها، لأنه أسبابها الحقيقية هي نابعة من باطن الأرض. لغاية هذه اللحظة لم يتوصل العلم إلى معرفة مكان حدوث زلزال هزة معينة بتاريخ معين وقت معين، حتى من الصعب جدا التكهن بالقوة اللي ممكن تحصل فيها اللي هو الهزة. نعم. طيب المصادر الإسرائيلية بداية للحديث عن كل هذا الموضوع، حتى أنه داخل إسرائيل هناك تحذيرات من وقوع مثل هذه الهزة قبالة شواطئ قبرص تحديدا، يعني مسافة ليست بالقريبة من شواطئنا، وبتتحدث عن تحذيرات وبتضع بعض اللافتات في الشوارع تحذر من وقوع تسونامي، وأيضا في لافتات توضع في ميناء أسدود بمسالك الهروب. وهذا التصريح يعود للدكتور عبد الله خطبة من داخل الخط الأخضر، بيتحدث عن مثل هذه التحذيرات من قبل الإسرائيليين. لماذا هذا التهويل؟ طلع لي المنطقة اللي مشار إليها هي فعلا المنطقة الوحيدة في حوض البحر المتوسط اللي ممكن يحصل فيها زلزال، وهي منطقة حدود جزيرة قبرص. لماذا؟ حيث أن جزيرة قبرص يحدها من الجنوب صدع، وهو الصدع الوحيد في هذه المنطقة في حوض اللي هو البحر المتوسط. وهذا الصدع إذا كان بده ينتج عنه زلزال لازم يكون أكتف، يعني نشط. وهو هذا الصدع بالفعل نشط، بيحصل فيه حركة عبر التاريخ إلى فترات زمنية نقدرش نتحكم فيها، يعني الفترة الزمنية اللي ممكن يحصل فيها زلزال والزلزال اللي بعده، لكن هو نشط بيحصل فيه زلزال. لا يمكن نتوقع وقتيش ممكن يعيد نشاط هذا الصدع ويكون اللي هو زلزال. هذا الزلزال، هذا الصدع هو امتداد لحد تكتوني اللي هي الأماكن اللي بتحدث فيها الصدوع، وهو اللي هو صدع الأناضول اللي بيحد جنوب تركيا، وهو امتداده جزء منه يمتد إلى حوض البحر المتوسط لغاية لما يصل جزيرة قبرص. وإحنا بنعرف على الخارطة الجغرافية جزيرة قبرص هي المقابلة للسواحل اللي هي الفلسطينية، لكن إلى الشمال على الساحل الشمالي، مقابل للساحل الشمالي لفلسطين. وبالتالي ممكن هذا الصدع يتحرك ويكون زلازل، وعبر التاريخ أثبت إنه فعلا في زلازل في هذه المنطقة، لكن لا يعطي التسونامي ممكن يشكل خطورة على اللي هي السواحل، سواء ساحل فلسطين كله أو السواحل اللي هي الشمالية. وبالفعل هو حصل، وليس بالضرورة إنه يحصل زلزال في قاع المحيط إنه يحصل التسونامي. هذا بيعتمد حسب اللي هي قوة اللي هي الزلزال اللي ممكن ينتج عنه. لكن فلسطين تاريخيا تعرضت لمثل هيك زلازل في فترات سابقة؟ في لازم نوضح ونفرق بين حركة الزلازل اللي بتصير في حوض البحر المتوسط في الغرب، وبين حركة الزلازل اللي بتحصل على طول الحد التكتوني اللي هو اللي يسمى اللي هو صدع البحر المير، اللي هو موجود على طول الحدود الشرقية، حدودنا مع
اللي هي الأردن. هذا الحد حد زلازلي، حزام زلازل، بتحصل فيه زلازل، والصدع اللي موجود في جزيرة قبرص برضه بتحصل فيه زلازل. هذا إله إشي وهذا إله إشي. فلسطين بشكل عام فعلا بتتعرض إلى هزات أرضية متعاقبة، وبنسمع كل فترة والتانية، يكون تقريبا شهرين ثلاثة بتحصل هزة بقوة 4 أو 4.5 أو 5 على مقياس ريختر. هذه الدرجة لا تشكل أي نوع من الخطورة، يمكن ما يشعر فيها المواطن كمان، ممكن ما يشعرش فيها المواطن. وهذه بالمناسبة هي حالة إيجابية. ليش؟ لأنه تفريغ للطاقة اللي موجودة في باطن الأرض. لو ما كانت الشهادة بتتفرغ كان بتضل محصورة في الداخل، بتزيد بتزيد بتزيد، فجأة تنفجر بقوة كبيرة وتعمل زلزال قوي ممكن يكون مدمر. وبالتالي فلسطين تاريخيا تعرضت لزلازل، لكن موجودة على اليابسة على طول خط البحر الميت، وممكن تتأثر على اللي هو صدع البحر الأحمر برضو ممكن تتكون، بس هذه على اليابسة ما إلها علاقة في الصدع اللي بحكي لك عليه اللي بيحد جزيرة قبرص اللي ممكن يتسبب عنه تسونامي. وفعلا بالفعل فلسطين تعرضت لهزات، لكن هزات مش مزعجة ومش خطيرة، لأنه بحدود أقصاها يعني 6 إلى 6 درجات على مقياس ريختر، وبالتالي هذه يعني بتشكلش الخطورة، لكن ممكن تحصل وتسبب بعض التدميرات البسيطة، لكن لا تعتبر مدمر لمناطق شاسعة. طيب أرجع كمان مرة لما أتى على لسان الدكتور عبد الله خطبة وهو مدير مؤسسة علوم الفضاء العربية داخل الخط الأخضر، تحدث أنه من الناحية العلمية لا قلق، يشكل إمكانية للبحث في هذا الموضوع بعمق أكبر. ما في تفسير أو مؤشر علمي بيدفع العلماء للبحث في هذا الشيء، أنه أنا بعد 15 يوم في مكان معين في نقطة معينة قبالة قبرص داخل المحيط داخل البحر عفوا بقوة 6.1 ممكن يحصل زلزال يكون له انعكاسات على السواحل الفلسطينية؟ زي ما قلنا التنبؤ بحدوث زلزال في وقت معين من الصعب جدا. حتى لو احنا بدنا نحاول نتعرف على الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى معرفة حدوث زلزال، هذا من الصعب جدا، لسبب إنه السبب الرئيسي لحدوث الهزة هو سبب في باطن الأرض، وهذا قد يمتد إلى عشرات بل مئات الكيلومترات في باطن الأرض، وبالتالي نحن على غير دراية ما هو موجود في باطن الأرض، وبالتالي من الصعب جدا التكهن لمعرفة تحديد مكان معين لحدوث زلزال بوقت معين بقوة معينة. لكن في نقطة فرق بين أني أنا أحدد يوم معين في حدوث زلازل وأنا أتنبأ بحدوث زلزال في منطقة ما. يعني أنا بقول لك الآن هينا قاعدين، أنا ممكن يحصل على صدع البحر الميت أو على الصدع في جزيرة قبرص، ممكن يحصل زلزال في أي لحظة، لكن ما بقدر أقول لك متى هاي اللحظة وايش قوتها. هذه لأنه الأماكن اللي بتحصل فيها الزلزال على سطح القشرة الأرضية هي معروفة، هي حدود تكتونية، هي صدوع، هذه الصدوع نشطة، وبالتالي ممكن أي واحد يتوقع حدوث زلزال على طول هذه المناطق. على سبيل المثال في قطاع غزة لا يمكن يحصل أي اهتزاز على سطح القشرة الأرضية في قطاع غزة. ليش؟ لأنها غير واقعة على طول حزام زلزالي. لكن إحنا ممكن نتأثر باهتزاز على صدع البحر الميت إذا كان قوته كبيرة، الموجات هذه بتنتشر في جميع الاتجاهات، ممكن تصل لقطاع غزة تهتز شيء بسيط، لكن ما بتكون هي المركز. طيب. المركز هو مناطق محددة هي اللي هي الصدوع أو الحدود التكتونية لسطح فلسطينياً الشرق. لدينا إمكانيات رصد لمثل هذه الزلازل ولا بنعتمد فقط على ما يأتينا من أخبار من الجانب الإسرائيلي؟ لا بالعكس، إحنا كفلسطينيين بنرصد كل الهزات اللي بتحصل في فلسطين، سواء كانت على اليابسة اللي بتحصل في صدع البحر الميت أو اللي ممكن تحصل في قاع البحر المتوسط في جزيرة قبرص، حيث يوجد في جامعة النجاح مرصد اللي هو الزلازل، مركز موجود من عشرات السنين
وهذا برصد كل الهزات اللي ممكن تحصل على سطح القشره الارضيه اللي موجوده فيها او الواقع عليها فلسطين او حتى في المناطق اللي هي المجاوره. وبالتالي احنا لا نعتمد على رصد الهزات اللي بتيجي من خارج فلسطين، بل احنا كفلسطينيين موجود هذا المركز وبنعتمد عليه بشكل كلي، وبرصد كل الاهتزازات، بحدد مكان الهزه وقوه هذه الهزه طبعا بعد حدوث. طيب دكتور، في تهويل من الجانب الاسرائيلي في عرض هذه القضيه وتخويف كبير من تسونامي قادم الى المنطقه، برأيك ممكن يكون في أبعاد غير هيك؟ ممكن الجانب الإسرائيلي بيكون بخطط لتنفيذ شيء داخل البحر، اصطناع زلزال على سبيل المثال؟ إذا عدت مرة ثانية في جزئية تحدث عنها الدكتور عبد الله خطبة، ممكن يكون في أبعاد سياسية، لكن حكى ما راح أحكي بهذا الموضوع. زي ما قلت لك، أنا التسونامي أساسه زلزال، والزلزال حركة طبيعية لازم تحصل. إذا حصلت في قاع المحيط بشكل غير طبيعي ممكن تحصل في قاع المحيط، وبالتالي السبب الرئيسي في حدوث التسونامي هو هزهزة قاع المحيط بفعل عوامل طبيعية زلزال. وبالتالي أنا إذا كان أنا بدي أعلي مستوى منسوب المياه البحر أو حركة المياه هذه أخليها تتهزهز، بكل بساطة إني أهزهز قاع البحر. وبالتالي بأي طريقة أنا ممكن أهزهز قاع البحر، وبالتالي ممكن يعمل تسونامي، فهذا أمر 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 طبيعي وارد، لكن بتكونش طبيعية. وبالتالي لما أتكلم عن صدع وتسونامي نتكلم عن عوامل طبيعية لا دخل للإنسان فيها خالص. وبالتالي التهويل اللي صار إنه تسونامي حيصير، أنا بقول لك وبطمن كل الناس اللي موجودة في قطاع غزة إنه هذا الخبر غير صحيح على الآن. في تحليلات من المواطنين إنه إسرائيل راح تنفذ تفجيرات داخل البحر، ممكن تعمل هاي الهزة. السؤال إنه لماذا قبرص مرة ثانية؟ لأنه قبرص فيها المنطقة، لأنه فيها الصدع الوحيد اللي موجود في حوض البحر المتوسط هو عند جزيرة قبرص. طيب جزيرة قبرص تبعد عنا مسافة مش بسيطة، مش بسيطة، نعم. إنه هذا البحر الحديث يرتفع الآن ب 25 متر فوق سطح البحر، فوق سطح الارض. نعم، لقيت جزيرة قبرص اي نعم بعيدة عن قطاع غزة، لكن في نفس الوقت على السواحل الشمالية هي ليست بعيدة، هي قريبة. وبالتالي الساحل اللي حيتأثر بهذه الموجات لو حدثت طبيعيا على طول هذا الصدع، اكثر منطقة حتتأثر فيها اللي هي الساحل الشمالي، ولكن مش بالصورة اللي ذكرتها انه 26 30 متر. وبالتالي الصدع اللي هو الموجود ممكن يرفع اللي هي الموجات الى عده امتار فقط. هذه الامتار حتكون عند الجزيره بعيده عن الساحل الشمالي. كل ما بعدت منطقه اللي تكونت هذه الامواج فيها، كل ما بعدت عن الساحل بتكون اعلى، تقترب من الساحل أقل فأقل فأقل، عندما تصل منطقة الساحل بتكون أقل من اللي هي داخل. هذه واحدة في الساحل الشمالي. هذه الموجات ترتفع تنتشر في جميع الاتجاهات، وبالتالي أحد الاتجاهات هو منطقة قطاع غزة عند الساحل الجنوبي. وبالتالي لو حدث أنه صار تسونامي في هذه المنطقة، الموجات اللي حتصل في قطاع غزة لا تدعو الى القلق على الاطلاق، وبالتالي لا تشكل اي نوع من اللي هي الخطوره نهائيا. وبالتالي انا بطمن سكان قطاع غزه انه هذه الاخبار في قطاع غزه لا تشكل اي نوع من اللي هي الخطورة. نتمنى ان يكون كلامك مطمئن، يعني لدرجه والله انه هذا البحر ممكن، نعم، امواجه تصل الى المكان اللي احنا جالسين فيه، ممكن توصل لمسافات ابعد. لو تحدثنا عن أماكن في قطاع غزة تعتبر مستوياتها أقل من مستوى سطح البحر، في أماكن معينة تحديدا بالأسماء دكتور ممكن نركز عليها؟ منطقة غزة كلها مرتفعة عن منسوب سطح البحر. عند منطقة، لو اتجهنا إلى الجنوب عند خان يونس ورفح، هي منطقة تقريبا تساوي منسوب سطح البحر. في منطقة بيت لاهيا، في جزء من منطقة بيت لاهيا مستواها نفس مستوى منسوب سطح البحر. أما بقية المناطق
هي منسوبها أعلى من منسوب سطح البحر، زي المنطقة اللي احنا شايفين اللي قاعدين عليها، هاي الشط هي تقريبا من 6 إلى 10 متر علي منسوبها، وبالتالي لو اجت تسونامي ما حتيجي، ما حيغطي المنطقة أصلا اللي احنا قاعدين فيها. لكن في بعض المناطق حتى اللي منسوبها مساوي لمنسوب سطح البحر لو صار ما 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 حيشكل نوع من الخطورة، وبالتالي تمتد اللي هي المياه لعدة أمتار، بتسببش أي نوع من الخطورة على الساحل نفسه أو على السكان اللي عايشين على الساحل. وبالتالي هذه يعني أنا مستغرب ضخامة هذا الخبر، والناس متخوفة بشكل كبير على هذا. لكن أنا بقول لك إنه من الناحية العلمية هذا غير وارد على الإطلاق، طيب. لأنها عوامل طبيعية لا دخل الإنسان فيها. من طبعاً الناحية الله العلمية أعلى كمان الجو اليوم متقلب، يعني إحنا في درجة حرارة مرتفعة جدا، البحر تقريبا ما في موج، مستوى جدا منخفض. ممكن المواطن البسيط بتفكيره العادي يربط ما بين هاي التغيرات في الجو بما سيحدث كمان أسبوع إذا حكينا عن هذا التسونامي الآن في مثل هذا الوقت من العام، بقياسا بالعشر سنوات الماضية تعتبر درجة حرارة مرتفعة جدا في مثل هذا الوقت من العام. نعم، ممكن يرتبط هذا الارتفاع في درجة الحرارة بما تم التداول عنه من حديث موضوع التسونامي والأرصاد الجوية ودرجة الحرارة اللي هي الجو لا تمس به حركة التسونامي على الإطلاق، وبالتالي الارتفاع في درجة الحرارة اللي احنا فيها ما إلها علاقة في حدود التسونامي، ولا هي توقعات ممكن نقول إنه هذا التسونامي ناتج نتيجة التغيرات اللي هي الحرارية اللي هي الموجودة. لا، التغيرات الحرارية اللي موجودة في الجو هو موضوع تاني خالص، ما له علاقة لا في الزلازل ولا في التسونامي، هو موضوع خاص في التغيرات الجوية اللي هو الموضوع العالمي اللي هو اليوم اللي ما يسمى بالكلايمت تشينج، اللي هي تغيرات في المناخ اللي هو العالمي اللي ما له علاقة التسونامي والزلازل. يعني في حكي من المواطنين انه بعد هذا الحر راح يكون في منخفض يمكن في نهاية الأسبوع، وحديث عن أمطار ممكن كمان يربطها بحالة التسونامي او هاي برضه ما لها علاقة. ما لها علاقة. ما لها علاقة. ما لها علاقة. الأمواج اللي ناتجة من الجو هو نتيجة اللي هي الرياح اللي بتجتاح هذه المنطقة، كل ما كانت الرياح شديدة بتعمل على تحرك اللي هي المياه، وبالتالي ليس إلها علاقة في قاع المحيط اللي أساسها اللي هو التسونامي، وبالتالي الرياح ودرجة الحرارة ما إلها علاقة. احنا الهدف بالنهاية دكتور إنه بدنا نطمن هذا المواطن الآن في قطاع غزة، لأنه في حالة قلق في القطاع نتيجة ضعف الإمكانيات. نعم. الوضع ربما الاقتصادي صعب، الإمكانيات المادية صعبة في أنك تتعامل مع مثل هكذا ظاهرة، يعني بدنا نطمئن المواطن، إضافة إنه في حال وقع شيء من هذا القبيل تفضلت بأنه مش راح يكون بهاي الخطورة، لكن استعداداتنا إحنا على مستوى القطاع ممكن تكون من خلال ضعف الإمكانيات قادرة على السيطرة على الحالة. هو من جهة الإمكانيات فهي إمكانياتنا للأسف الشديد محدودة جدا وضعيفة جدا، وبالنسبة للإحتياطات والحاجات اللي المفروض يعملها أي إنسان في حدوث أي ظاهرة هي خاصة بالدفاع المدني، والدفاع المدني طبعا للأسف إمكانياته محدودة وما فيش، يعني هي فقط ممكن إحنا بعض الإرشادات يقوم فيها الدفاع المدني للناس يقوم فيها لا أكثر ولا أقل. وبالنسبة للاطمئنان أنا زي ما قلت قبل هيك إنه سكان قطاع غزة يطمنوا، حدوث تسونامي لا منطقة قطاع غزة لا يمكن تحصل في وجود الصدع الموجود في جزيرة قبرص. لو صار والله أعلم إنه حصل تسونامي في جزيرة قبرص، هذه حتتسبب عنها موجات ليست شديدة، وبالتالي إن وصلت ساحل الجنوبي عندنا في قطاع غزة فحتصل ضعيفة جدا وارتفاعها لا يتعدى إلى
متر أو مترين، وبالتالي لا تشكل أي نوع من الخطورة. دعنا دكتور نتابع هذا الحوار، لكن أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نتابع. جديد أهلا بكم أعزائي المشاهدين. ما زلنا نتحدث عن ظاهرة تسونامي التي هولت من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل أقلق المواطنين إلى حد كبير، وما زلنا نتحدث مع الدكتور أسامة زين الدين أستاذ الجيولوجيا التركيبية والاستشعار عن بعد في جامعة الأزهر. حاولنا من خلال ما سبق من حديث في هذا البرنامج طمأنة المواطن بقدر كبير، وتفضلت بأن ما يمكن أن يحدث قبالة شواطئ قبرص بشكل أو بآخر لا يمكن أن يصل إلى قطاع غزة، وإن وصل فإنه لن يكون بالحد المقلق للمواطن في القطاع، وهذا ما نتمناه ونرجوه. في ذات الوقت دكتور، دعنا نتحدث عن نقطة التهويل الإسرائيلي مرة أخرى لما يمكن أن يحدث في 15 من الشهر الجاري، في المقابل حديث عن مناورات بحرية إسرائيلية في عمق البحر للتعامل مع تسونامي. طب علميا ممكن نتعامل مع تسونامي بأي شكل أو آخر؟ علميا التسونامي كيف تتعامل معه، وإذا كان هي ظاهرة فجائية تحصل فجأة لأنه ناتجة من اهتزاز، والاهتزاز سطح الأرض فيش فيه مقدمات، فجأة تحصل الهزة، ترتفع الموجات، تصل اللي هي الساحل، وبالتالي التعامل معاها مش حيكون بالسرعة الممكنة اللي احنا ممكن نفادي منطقة كاملة موجودة على منطقة الساحل واللي بيحصل فيها التسونامي. وبالتالي يعني التعامل مع التسونامي يعني ما بعرف، لأنه تجي لك فجأة ما تقدرش تتعامل، يعني تلحقش تتعامل مع الـ 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 الأمواج هذه، لأنها ساعتها زي ما بيقولوا بتاكل الأخضر واليابس، لأنها بتجي لك فجأة وكل شيء بتدمر. وبالتالي قضية إن نعمل مناورات، وبالتالي ما يعني ما إلها داعي صراحة. بس يعني هيك احنا بنيجي على خطين متناقضين، بمعنى انه انت بتحكي عن تهويل وقلق ولافتات بتحذر المواطن، في نفس الوقت انت بتحكي عن مناورات. طب انت كامكانيات بشريه تستطيع انك تتعامل مع ظاهره طبيعيه ممكن تحصل بشكل فجائي؟ لا طبعا. اصبح هناك تناقض الان، طبعا كانه انت بتد نعم. انت متاكد من تاريخ ومن لحظه وقوع نعم. هاي الهزة وبالدرجة 6.1، يعني أنا في شيء مش واضح. أنا مستغرب إنه كيف تم التعامل مع هذا الحدث، إنه في يوم معين في حدوث هزة، بناء على أي أساس؟ لأنه الكل يعلم، جميع المتخصصين في هذا المجال يعلموا إنه التكهن بحدوث في موعد حدوث أي هزة أرضية اللي بتسبب ممكن تسونامي، هذا الكلام طبعا مستبعد. وبالتالي إذا كان أنا زمن أو الفترة اللي بتحصل فيها الهزة ما بقدر أتوقعها، فما بالنا إحنا نتوقع اللي هي قوة الزلزال. وبالتالي أنا مش عارف على أي الأساس اللي تم تحديد هذا الموعد وتحديد هذه اللي هي القوة. يمكن أخبر زي هذا الخبر انه في مناورات يمكن يطمئن المواطن، مش انه يرفع حاله القلق، انه بالنهايه انت يمكن هولت هذا الحدث او هذه الظاهره، وفي الاخر بتحكي عن امكانيات بشريه في مقاومه والتصدي لظاهره طبيعيه ممكن تاكل الاخضر واليابس. لا يمكن تقاوم مظاهره طبيعيه، لا يمكن للانسان ان يقاوم اي عمليه طبيعيه ممكن تحصل اطلاقا، ولا بنقدر اصلا نمنعها من حدوثها. الحاجه الوحيده اللي احنا بنقدر عليها انه نعمل احتياطات بحيث نحد من المخاطر اللي ممكن تحصل عن هذه الموجة. اما اني اوقف العمليه كليا من حدوثها، طبعا هذه
هذه يعني تتوقع إذا تحدثنا عن الجانب الإسرائيلي اللي فيه تهويل أكثر في ميناء سدود وفي عسقلان، إنه من هان يعني ليوم الجمعة القادم ل 15 الشهر يتم إجلاء السكان إلى مناطق أبعد؟ والله أنا الـ 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 من باب الـ الـ التعامل مع ظاهرة ممكن تحصل فجأة، لحد هذه اللحظة ما لمس حراك على مستوى السكان لا داخل الخط الأخضر ولا عندنا في قطاع غزة. نعم، هم في بعض اليافطات حاطينهم في بعض المناطق التحذير، لكن إخلاء هذه المناطق لغاية الآن لم نشعر إنه المنطقة تم إخلاءها، وحتى يعني ما في داعي إلى إخلاء هذه المنطقة. ليش؟ لأنه نحكي من سبب علمي، لا يمكن في منطقة حتى قطاع غزة والسدود وأشكلون إنها تصل أمواج إنه ممكن تسبب خطورة، وأساسها جاية من اللي هو الصدع اللي موجود في جزيرة قبرص، وبالتالي هذا يعني في مبالغة زيادة عن اللزوم صراحة. لو تحدثنا عن ظاهرة التسونامي اللي وقعت قبل عدة سنوات قبالة شواطئ اندونيسيا في سومطرة، واللي راح ضحيتها الكثير من البشر في لحظات، دمرت ايضا كثير من الامكانيات المادية على مستوى المباني وكل ما هو مشيد كان في تلك المناطق، غمرت في ثواني، ربما ما كان في امكانية لأي قوة بشرية أنها تقف أمام مثل هذه الظاهرة. لو نفسر كيف وقعت هذه الظاهرة، ظاهرة التسونامي اللي حصلت في سومطرة، أي نعم حصلت أنت ذكرتها، لكن ما بنقدر نوجه أو نحط تشبيه بين التسونامي اللي صار في سومطرة والتسونامي اللي ممكن يحصل في جزيرة قبرص، لسبب أنه التسونامي اللي حصل في جزيرة سومطرة أساساً ناتج من حد تكتوني موجود في وسط المحيط، وزي ما ذكرت سابقاً إنه التسونامي اللي بيحصل في المحيط يختلف عن التسونامي اللي ممكن يحصل في البحر المتوسط. عشان هيك التسونامي اللي موجود في سومطرة كان في حد تكتوني موجود في قاع المحيط وهو نشط دائماً، أما الصدع اللي موجود في جزيرة سومطرة هو امتداد لحد تكتوني، لكن في سومطرة والحد التكتوني نفسه في قاع المحيط، فدائما في حالة حركة، وبالتالي قوته كانت عالية جدا، وكمية المياه الموجودة في المحيط عالية جدا، عشان هيك الأمواج كانت شديدة وغمرت هذه المناطق، وزي ما تفضلت إنه آلاف بل عشرات الآلاف راحوا ضحية في هذه الحركة الطبيعية اللي صارت، لأنها صارت فجائية ومدت إلى مسافات طويلة على اليابسة بعيدة عن الساحل. ليش؟ لأنه كمية المياه كانت ضخمة، وبالتالي لما نتكلم عن محيط، لكن لما نيجي نتكلم عن بحر حجمه أقل، كمية المياه أقل، عمق المياه أقل، وبالتالي ما نتصور إنه ممكن يحصل زي ما صار في يعني لا يمكن قياس ما حصل في تسونامي قبالة شواطئ سومطرة على ما يمكن يحصل في البحر الأبيض المتوسط. إطلاقا لا يمكن التشبيه، لأنه حتى عبر الزمن التاريخ قبل آلاف من السنين هو حصل حسب ما موجود في التاريخ، حصل مرة واحدة في عام 1032 تقريبا، وصار وما كان يسبب فيها خطورة، وإذا كانت في بعض الناس راحت أو بعض الأماكن لأنها كانت أماكن أصلاً بدائية، نعم. ما كانتش بالصورة المتينة، وبالتالي أقل شيء ممكن تتضرر. يعني نتحدث عن 1032 وحصلت مثل هذه الظاهرة وما كانتش الخسائر كثيرة، مع ضعف الإمكانيات، مع البدائية في الأماكن اللي كانت موجودة. اليوم بتقدر كبنى تحتية موجودة في قطاع غزة ممكن تحتمل بشكل طفيف لو وقعت هذه الظاهرة في قطاع غزة، أو زلزال على سبيل المثال، كبنى تحتية موجودة في القطاع ممكن قطاع غزة كما تفضلت يتأثر بمراكز زلازل بعيدة، لكن كبنى تحتية موجودة في القطاع إمكانية الاحتمال. ما هو إذا كان أنت بدك تبني إنه لو حصل زلزال في قطاع غزة، مش في القطاع، أو يمكن يتأثر القطاع بمركز
قبل طبرس مثلا في المكان اللي فيه الصدع. هو فعلا يعني قطاع غزة ممكن يتأثر في أي منطقة حواليه، وهذا بتأثر في منطقة البحر الأحمر. نعم. ومرة تأثر فيها أكثر من مرة، وهي تقريبا 400-500 كيلومتر بعيدة. لكن لما تجينا هذه الأمواج الزلزالية الناتجة من المصدر قد تصل قطاع غزة، لكن بتصل شديد، بتصل خفيفة جدا. نعم. لا يمكن إنها تسبب أي نوع من الخطورة، ممكن تعمل تشققات في المباني فقط. بالتالي لا يعني، والأرض عندنا يعني أرض تعتبر أرض رملية، ممكن تكون نوعا تاريخيا عنها. غزة تعرضت لزلازل، تاريخيا غزة تعرضت لزلازل. هو عمرها ما تعرضت لغزة لزلازل، بسأل تاريخيا تعرضت لزلازل إطلاقا؟ عمرها ما تعرضت لأي زلزال، لكن تأثرت بزلازل من المناطق المجاورة. فلسطين بشكل عام تأثرت لزلازل؟ طبعا طبعا، تقريبا كل شهرين ثلاثة تحصل هزة أرضية في مناطق الضفة الغربية، اللي هي ناتجة من اللي هو حركة الصدع على صدع البحر الميت اللي هو على حدود فلسطين مع اللي هي الأردن. وهذا زي ما قلت في البداية يشعر فيها المواطن؟ أحيانا ممكن يشعر فيها المواطن، وإن شعر فيها المواطن يدوب يشعر فيها، وأحيانا ممكن ما يشعرش فيها لكن تسجل، لكن بتسببش أخطار. وزي ما قلت قبل هيك، هذه حاجة إيجابية لأنه تفريغ لهي الطاقة، أحسن ما تضل في الداخل وفجأة تضل تتراكم وفجأة تعطي هزة قوية تعمل على تدمير كامل بقوة كبيرة. طب برأيك أخيرا، بعد كل الحكي اللي حكيناه، لماذا إسرائيل تهول في هذا الموضوع؟ والله أنا مش شايف أي نوع من السبب، أي سبب يعني للتهويل هذا، إلا أنه يمكن إعلاميا بدها تعمل ضجة في هذه المنطقة لا أكثر ولا أقل. لأنه من الناحية العلمية كل الكلام اللي انقال لا يمكن أنه يحصل على الإطلاق. خلينا نعطي هذه الرسالة من خلالك دكتور، وأنت أستاذ جيولوجيا تركيبية واستشعار عن بعد، نعطي هذه الرسالة على لسانك للمواطن من على شواطئ قطاع غزة بالطمأنينة. تفضل دكتور. أنا بطمن المواطنين في قطاع غزة أنه هذه الأخبار اللي بيتم تداولها على حول حدوث تسونامي في قطاع غزة لا يمكن على الإطلاق أنه ممكن يحصل تسونامي ويسبب أي نوع من الخطورة على طول الساحل اللي هو الجنوبي. وإذا صار فيه اهتزاز على اللي هو صدع البحر الميت وسبب أمواج تسونامي، لا يمكن إنها تعمل أي نوع من اللي هي الخطورة حتى على المناطق اللي هي القريبة من جزيرة قبرص اللي هي الساحل الشمالي اللي هو بعيد عنا. وبالتالي لما نيجي نتكلم عن الساحل الجنوبي لفلسطين وين إحنا واقعين في قطاع غزة، هذه الأمواج إن وصلت هتصل بارتفاعات بسيطة جدا، لا يمكن إنها تشكل أي نوع من الخطورة. ونتمنى دكتور أن تكون هذه الدعوة حاضرة، وأن يحفظ الله فلسطين، كل فلسطين، من كل من يريد بها السوء، وأن تكون رسالتك من خلال هذا الحوار معنا في برنامج عن قرب قد وصلت إلى المواطن بطمأنينته عن أن هذا البحر لن يرتفع بالمستوى 25 متر كما جاء في تهويل وسائل الإعلام الإسرائيلية. قبرص مركز زلزال بعيد عن قطاع غزة بمسافة لا تؤثر عليها، نتمنى ذلك. أشكرك الأستاذ الدكتور أسامة زين الدين، أستاذ الجيولوجيا التركيبية والاستشعار عن بعد في جامعة الأزهر. نتمنى أن تكون قد أوصلت الرسالة للمواطن. أشكر أعزائي المشاهدين لكم حسن المتابعة، حتى ألقاكم هذه تحية وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.